وخليني أبدأ الأول يعني تقييم عام أو نظرة عامة للفترة الأخيرة ونجاحات اللي حققتها الخارجية المصرية في السياسات الخارجية. طب ما تيجي نبدأ من الجملة اللي حضرتك قلتيها اللي هي أوقات عصيبة مرت بينا. نبدأ بالأوقات العصيبة. على أساس إن احنا نبدأ من كلمة أوقات عصيبة عشان نقول إن احنا كنا فين وبقينا دلوقتي فين. طبعا نقدر يعني نقيم مظبوط. نقيم كل ملف كده في السياسة الخارجية لوحده. احنا كنا من ازاي بنتعامل معاه ووصلنا فيه لفين لحد دلوقتي. لو هنتكلم عن الأوقات العصيبة اللي احنا مرنا بيها، احنا ما كانش في أصلا عندنا سياسة خارجية في الثلاث سنين من بعد 2011 لحد ثورة 30 يونيو. ما كانش في سياسة خارجية، كنا الدولة المصرية كلها بالكامل كانت بتحاول تلم الدولة المصرية. بمعنى ايه؟ احنا لا كان في لا شرطة، والجيش كان موجود في الشارع، كان عندنا أزمات اقتصادية، كان في احتياطي نقدي بيخلص، وصل ل 14 مليار ووصل 12 مليار، والباقي كان طبعا كان ذهب مجمد، فما كانش في حاجة، لا كان في إنتاج ولا تصنيع ولا تصدير ولا أي حاجة خالص. كان كل حاجة مظاهرات في الشارع، شتيمة للجيش والشرطة للأسف طبعا، كانت الحكومة مغلوبة على أمرها، كان هما بيسموه حراك ثوري، ان انا ما بسموش حراك ثوري ولا حاجه. انا بسميه ان هما مجموعه من الفوضويين الارهابيين اللي خرجوا للسطح ليسيطروا على الدوله المصريه. هي دي الاوقات العصيبه اللي احنا مرينا بيها. فلما نيجي نتكلم عن سياسه خارجيه في الوقت ده، ما كانش فيه سياسه خارجيه، كان سد النهضه بيتبني وكان بيعملوا فيه، وصلوا لمرحله كبيره فيه، في كانت علاقتنا بالحدود الليبية. احنا دخلنا كده بقى في قصة كنا فيه، كانت الحدود الليبية الحدود الغربية المصرية مع ليبيا كانت حدود مستباحة. ليه؟ مفتوحة مستباحة، اي حد يدخل. كانت صحيح جميع التنظيمات الإرهابية اللي احنا بنسمع عنها وبنشوفها وكل يوم يطلعوا لنا اسم زيادة، فجر ليبيا، أنصار الشريعة، جماعة الإسلامية المقاتلة المسلحة، داعش، تنظيم الدولة، القاعدة، كل دول كانوا موجودين في دارنا على بعد 60 كيلو من الحدود المصرية. يعني لو حضرتك كده وقفت في السلوم 60 كيلو بالظبط، الإرهابيين شغالين عاملين بتدربوا ليه؟ هيعملوا إمارة إسلامية في دارنا، ومن دارنا يطلعوا على مصر. 60 كيلو ايه يعني؟ احنا خلاص احنا مع بعض يعني، خلاص يعني 60 كيلو تلت ساعة كلهم موجودين هنا بالزبط. موجودين في مطروح. فالمخاطر كانت كتيرة، الملفات كانت كلها مفتوحة وكانت مشتعلة، الملفات مشتعلة، الحدود الغربية كانت مشتعلة، عندنا إرهابيين جايين من كل فج عميق وبيهددوا الدولة المصرية. فلازم الملف ده يتحل، وسياسيا وطبعا وأمنيا وعسكريا وكده. ده تحدي من التحديات الكتير اللي واجهت الخارجية المصرية. برافو عليك على كلمة تحدي. كان تحدي كبير جدا جدا جدا، لأن كان مخاطر كبيرة. 1200 كيلو الحدود المصرية اللي بقى عايزة تأمين 24 ساعة، والتأمين محتاج فلوس، محتاج طيران، محتاج حرس حدود، محتاج أفراد طبعا في قوات مسلحة موجودين وبيقوموا بدورهم وكل حاجة، ولكن أنا محتاج قوات مسلحة قادرة على تحمي الحدود، مش تكون موجودة في الشارع وبتحمي مؤسسات الدولة، وكل ده على كاهل القوات المسلحة. فأنا عايز أفرغ القوات المسلحة أن هي تكون مسؤولة عن حماية الحدود. هي طبعا القوات المسلحة كانت موجودة بتحمي مؤسسات الدولة، وعمالين طبعا الجماعة الإرهابية وأنصارها وأتباعها والناس اللي كانوا مؤيدين ليها عمالين يقوموا بعمليات إحراج للجيش، جر شكل الجيش. فده كان في الخطر في ذروته في الفترة دي 2011 2012 حتى 30/6/2013. الملف الحدود الشرقية كانت طبعا هنقسمها حاجتين، الحدود الشرقية مع غزة ومع إسرائيل، والحدود بقى من عند البحر الأحمر ده كله. خطرين. كان عندك طبعا عملية فورة بما تعني الكلمة، من وجود قوات للعسيين موجود تحت في باب المندب على أساس يوقفوا الحافلات اللي جاية لقناة السويس. ما هو ده مخطط، عايزين يأذوك في الأموال التي تدار إلى مصر عن طريق داخل قناة السويس طبعا. زائد كان في مجموعة من الجزر موجودة بجوار الحدود اليمنية سيطر عليها الحوثيين لما صعدوا للسلطة، والسلاح كان معاهم كتير جدا، سيطروا على بعض الأجزاء وسيطروا على الجزر دي. فالجزر دي اتملت سلاح بما تعني الكلمة، اتملت سلاح. طبعا دول إيران بتدعمهم، فالسلاح كان كتير. السلاح يروح لمين؟ كان بيروح للجماعة الإسلامية وبيروح لجماعة الإخوان، وكانوا بيحاولوها عن طريق البحر. زائد الخطر اللي كان جاي من الحدود الشرقية فوق من غزة،
كل خطر فيهم يمثل ضربة موجعة، ضربة موجعة للشعب في مصر وفي شعبها. يعني تخيلي سلاح داخل من الحدود الغربية الليبية، رقم واحد الغرض السلاح، ما عايزين يدخلوا سلاح. رقم اثنين من الحدود اللي هي البحر الأحمر بدخلين سلاح، ما سلاح ليه؟ عشان يروعوا الشعب، يقف في الشوارع ويبدأ يستولوا على السلطة، ما يكونش في الشعب أعزل. ما انت دمرت الشرطة، اقتحمت قوات واقتحمت مقرات أمن الدولة، ما فيش أمن دولة خلاص، قعدنا 60 يوم من غير أمن دولة. فالأمن الدولة كان لسه بتعافى، الشرطة كانت لسه، كنا بنقول فضلوا فضلوا تعالوا، واحنا كانت فتره وازمه وعدت والكلام ده كله. احنا كانوا هيوصلونا بمناسبه موضوع السلاح، يعني انا حاسه احنا كنا على مشارف حرب اهليه. يعني انا كنت بقعد مع ست اللي هو احمد جمال الدين، كان بيقول احنا بنقوم بمجهود مضاعف طبعا بالمقارنه بين 2010 ل 2012 و 2011، مجهود مضاعف جدا. فكل ده كان حمايه الدوله المصريه. تخيلي بقى لو قطع يعني صفقة سلاح عدت ولا حاجة من الحدود، فاحنا بنتكلم على دولة 104 مليون 104 مليون. الحوثيين دلوقتي في اليمن أقوياء ليه؟ بينفذوا سيطروا على بعض المناطق ليه في اليمن؟ لأنهم مسلحين معاهم سلاح. فبالتالي كان ده الغرض، أن مصر تتحول إلى مخزن كبير للسلاح، حينما يعطوا صفارة البداية للاستيلاء على السلطة استيلاء تام بقى، استيلاء تام، مش قصة انتخابات، لا استيلاء تام، ويطلع بقى يعني الجماعة الإسلامية والبناء والتنمية وحزب الأصالة وحزب الفضيلة واللي احنا شفناهم دول كلهم في رابعة. واحنا كنا بدأنا يا أستاذ بلال، يعني الجيش المصري قد إيه اكتشف أنفاق للسلاح، مش أنفاق اللي بس اللي على الحدود اللي احنا هنجيله دلوقتي في قصة الحدود الشرقية اللي مع الحدود الشرقية اللي مع غزة، قطاع غزة مع فلسطين وإسرائيل. الحدود كانت حدود للأسف كانت مستباحة، كان الأنفاق كان غرضها الأول والأخير ما فيش تجارة ولا حاجة بتتم ولا حاجة. هم طب ما أنت عايز تنقل تجارة يعني، طب من فوق من المعابر، ليه بالأنفاق يعني من المعابر؟ أنت ليه من المعابر يعني ليه من الأنفاق؟ هو أنت ليه عايز كل حاجة مخالفة؟ طب ما تطلع من المعابر بطريقة قانونية. لا أنا عايز من الأنفاق عشان الفلوس تيجي لقيادات الإخوان وقيادات حركة حماس، وبالتالي ياخدوا حاجات أكتر. فزائد السلاح، كانوا بيهربوا سلاح، وطبعا في أنفاق بيننا وبين غزة 13 كيلو دول، يعني الإرهابيين جيش الإسلام يجي من غزة على مصر بالسهل، ويطلع من مصر على غزة سهل، يروح جبل حلال سهل، يطلع على رفح سهل، يطلع على هناك على المقر هناك في غزة جنوب غزة سهل. فتح لنفسه نفق يوصله على كل الأماكن، يخدم كل تحركاته، يخدم كل تحركاته، يعمل عملية إرهابية، يعتدي على اسم شرطة رفح والشيخ زويد واسم شرطة أول عريش وثاني العريش وثالث العريش، كله ده كان مستباح بالنسبة لهم. شهداءنا يشهدوا على الأحداث يضرب دي طبعا، يضرب ويطلع على جبل الحلال طبعا. بعد ما يطلع جبل الحلال النهار يطلع يعدي طبعا، لأن هو عن طريق الأنفاق عارفها، من الأنفاق عن طريق يدخل غزة. هنجيبه منين؟ في ظل بقى ان في عندك اللي انا قلت على حضرتك عليها في الاول، فوره، كان في فوره في الشارع، عاملين يقولوا ثوره وعداله اجتماعيه. طب ازاي يا استاذ انت؟ هو مش الاول ان احنا نعيد بناء المؤسسات مره اخرى عشان نعمل الصح؟ مش حضرتك عايز عداله اجتماعيه؟ طب هنعمل عداله اجتماعيه ازاي وانت في الشارع؟ يعني عايز يبقى القضاء اللي بيجيب القصاص يا حبيبي انت، هو القضاء هو انت اللي هتجيبه؟ هو يطلع مثلا اللي كنا بنشوفهم صفوت حجازي والارهابيين دول كلهم، هم يطلع يقول لك القصاص، هو انت مالك انت بالقصاص؟ هو عارف القضاء؟ القضاء اللي بيجيب القضاء بيكون فيه استئناف ونقض ودرجات التقاضي. وهم هو حضرتك مالك يعني وقت الجد؟ هم دول كانوا فين؟ لقيناهم فين؟ ولا اي حاجه خالص، كان ملوش لازمه، كان اصلا كان هو يعني هم الاخوان دعمهم جامد، ولما لقوا التجاوز بيزيد الاخوان بتخلي اعضائها يعني بتدفعهم دفعا الى التجاوز في حق الدوله شحن. المصريه بيشحنوهم وبيحرضوهم. فده صحيح. ده السر. فده عندك، كان عندك بقى الحدود الشماليه، الحدود الشماليه على ساحل البحر المتوسط. تخيل حضرتك يعني في حاجه اسمها المياه الاقليميه المصريه. المياه الاقليميه المصريه دي كان لازم الاول تحدديها. ليه؟ هو حضرتك مش هتحطي قوات البحريه المصريه تقف كده في منطقه وهي مش منطقتنا، لازم نحدد الحدود البحريه الاول، ترسيم الحدود، ترسيم بقى والاتفاقيات عشان لما ارسم الحدود اقدر احصل على الموارد
اللي تملكها الدولة المصرية هنقطب عنها في منطقتي أو في حدودي بترول وغاز والكلام ده كله، خاصة أن منطقة غاز الشرق الأوسط منطقة يعني فيها يعني كمية غاز رهيبة، وهيحصل عليها نزاع قريبا. ليه؟ لأن المنطقة دي فيها طبعا الدراسات كلها بتقول أن هي منطقة غنية جدا بالغاز، في احتياطي للغاز كبير جدا في المنطقة دي. فإحنا طبعا هنروح ننقب ازاي عن الغاز ونحمي المياه الإقليمية الأول؟ لا، ده ما فيش ترسيم حدود اصلا، ده احنا منغمسين في الداخل من الفوضى واقتحام المؤسسات الدوله وشتيمه الوزراء والناس في البيوت مش عارفه تعيش من كتر ما هم عاملين لك لجان شعبيه في الشوارع. فما كانش فيه زي ما احنا بنقول اهو كنا فين، اوقات صعبه، هي دي الاوقات الصعبه. فالحدود الجنوبيه مع السودان، الحدود الجنوبيه مع السودان محتاجه رعايه جامده جدا، و يعني لازم يقظه جامده، لأن طبعا عارفين أن تواجد لجماعة الإخوان وقتها كان جامد جدا في السودان، وبالتالي سهل أن هم يهربوا ناس من وإلى من مصر وإلى السودان اللي هم بيرتكبوا العمليات الإرهابية ويكونوا مطلوبين أمنيا لجهات التحقيق، يهربوا ويهربهم للسودان. هلاقي فين؟ مش هلاقي. إلى الناس اللي هم منغمسين في التنظيم، على علاقة بالتنظيم، قادرين ان هم يساعدوا التنظيم في عمليات إرهابية وبيدبروا الخطط وبيحطوا العمليات كلها، بيجوا من هناك لهنا. فده كل ده اسمه أوقات عصيبة وتحدي. احنا كده بس بنتكلم على حدودنا، يعني بنتكلم على ده احنا يعني كان عندنا تحديات تانية كمان بره الحدود بتاعتنا، احنا اتكلمنا عنها كانت ابعد من كده، لكن كان لازم زي ما حضرتك بتقول الاول نتعامل في الحدود. هو نقدر نسميه لغم ولا نسميه خط النار ولا دايره كانت جامده جدا، محاصرين بدايره جامده جدا. صحيح، في حاجه اسمها في العلوم العسكريه احنا في دراساتنا في 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 تنظيمات الارهابيه والكلام ده عرفنا حاجات، ان لكي تحافظ على الامن المصري او الامن اي دوله، مش الامن الدوله، لا الامن الدوله ذات نفسه، مش الجهاز امن الدوله، لا الامن القومي، الامن القومي للدوله، في دايره صغيره ودوائر كبيرة. الدائرة الصغيرة اللي هي الحدود اللي احنا بنتكلم عليها دي. الدائرة الأكبر بقى، ما انت مش حضرتك مش هتقعدي في الأوضة وهتقولي أنا قافلة على نفس البيت وتمام كده أنا في أمان، لا، افرض عندك إرهابيين تحت العمارة. تحت العمارة دي بقى اسمها إيه؟ الدائرة الصغيرة للأمن، لأمنك أنت. لأمن حضرتك في البيت. طيب، إذا كان في بلطجية على رأسك على أول الشارع، الدايره بقت اكبر، الدايره اكبر. فانت لازم تامني اول الشارع عشان تقعدي ببيتك امنه، مش هتستني يجوا تحت البيت وتقولي لا ده انا ماليش علاقه، ده هم مش تحت البيت انا قافله على نفس الباب، لا. ما هو في خطر بيمثلوا خطر طبعا، بيمثلوا خطر لجيرانك وليكي. فهو ده المفهوم. تخيلي بقى احنا قلنا خط النار اللي حوالين الدوله، طيب ما تيجي نبعد شويه، نبعد شويه هتلاقي سوريا مولعه. تنظيمات ولعبة دولية كبيرة جدا بتتم في سوريا. روسيا تدعم بشار، إيران تدعم بشار، جماعة الإخوان تدعم التنظيمات المتطرفة الموجودة في التي تحارب بشار، أمريكا تدعم جماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية التي تحارب بشار، الاتحاد الأوروبي يدعم التنظيمات الإرهابية التي تحارب بشار عشان مش عايزينه. جامعة الدول العربية موقفها كان طبعا يعني هي الدول العربية كانت أصلا ضعيفة، فإذا كانت الدول العربية ضعيفة فجامعة الدول العربية هيكون إيه؟ سلبي محايد ضعيف، مغلوب على أمرها. ما هو اللي حضرتك ثلاث حاجات دول مغلوب على أمرها. وبالتالي ده المشهد. طب إيه اللي حصل؟ فوجئنا كده وإحنا موجودين كده، طلع لنا عفريت كده جديد قال لك ده داعش. إيه داعش؟ التنظيم الدولة في العراق والشام. طب بيعملوا ايه؟ عايزين ايه؟ عايزك يقول لك امارة اسلاميه في العراق والشام. طيب طلعوا في العراق وطلعوا في سوريا وبيتمددوا واقتحموا الحدود ويلغوا الحدود بين الاثنين، ومعاهم سلاح. السلاح ده بيجي منين؟ من تركيا بتدعمهم وفتحت لهم الحدود، وقطر بتديهم فلوس للسلاح. فاللعبه الدوليه شغال. طيب هل اللي بيحصل في سوريا يؤثر على الامن المصري؟ طبعا طبعا. اذا كان الجيش السوري هو الجيش الاول بالنسبه لمصر، اسمه كده الجيش الاول، احنا عندنا الجيش الثاني والجيش الثالث. سوريا حربت معانا في 73،
فالهزه اللي بتحصل في سوريا بتؤثر بالتاكيد على مصر. ما هو ده اللي حضرتك قلته، يعني انا مش هفضل في مكاني او في شقتي وقافل على نفسي الباب، اللي هيحصل في جيراني او معايا ما هو بيأثر عليا. حاجه ثانيه اللي حصل في باب المندب، باب المندب فوجئنا لقينا بقى صراع دولي كبير جدا في باب المندب. ايه اللي حصل؟ جيبوتي واريتريا يعني فتحوا دولهم شويه كدخل ليهم، بيعملوا عمليه تاجير لمساحات من دولهم على سواحل البحر الاحمر من اجل تبقى قاعده عسكريه. اتملت المنطقه قاعده عسكريه. جت الصين، جت روسيا، جت امريكا، جت اسرائيل في المنطقه دي. طب المنطقه دي بالنسبه لك منطقه استراتيجيه كبيره جدا 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 من هنا للصبح، لان كل الحافلات والناقلات اللي بتجي لك لقناه السويس اللي بتدفع بالدولار، اللي انت بتاخد الدولار وبتحطه لميزانيه الدوله عشان خاطر تجيب قمح وتجيب بنزين وتدفع مرتبات وتدفع الدين الداخلي وتدفع مرتبطه وبتمر من هنا، مرتبطه بقناه السويس. طب افرض حصل لا قدر الله اي هزه في باب المندب، مش هيجي لك حاجه طبعا، مش هيجي لك ناقلات اللي بتدفع، فهتاثر بطبيعه الحال ضربه للاقتصاد المصري. احنا بنتكلم بقى، وسعنا الدايره شويه، وسعنا الدايره شويه. طيب اذا كان عندك اصلا تركيا عماله تجر شكلك في الشمال بقى، في البحر الاحمر، في البحر المتوسط، وداخله خناقه مع قبرص وداخله خناقه مع اليونان على اساس المياه الاقليميه، واحنا كدوله مصريه لم نقوم بترسيم الحدود الشماليه مع قبرص او اليونان، والمياه الدوليه المصريه وهيتم التنقيب، فانت كل ده تحديات، لازم الحق نفسي، مش هقعد بقى عند دمياط او بورسعيد او اسكندريه واستنى اقول لك لا ده انا كده تمام، لا ده انت المياه بتاعك فيها الموارد المصريه وفيها يعني ثرواتك كدوله. وهنا سبقت مصر بخطوه. لا احنا لسه بنتكلم في ايه؟ في المشكله، بنشرح المشكله بنشرحها كده. فعندنا طيب ايه اللي حصل؟ لقينا ليبيا ولعت اكتر، المعسكرات التدريب بقوا 6 معسكرات تدريب، وجاي بقى الارهابيين بيجوا تركيا لان هي مشتركه ضلع كبير جدا في اللعبه الدوليه، بتهرب الارهابيين وبتساعدهم، وباسبورات بتضرب باسبورات، وشركات الطيران التابعه ليهم بتورد الارهابيين من سوريا بيجيبوهم ليبيا. الكلام بجد بقى، ومعسكرات تدريب. طيب الهزه اللي حصلت في تونس، تونس الدوله الاولى ساعتها يعني 2013، في بدايه 2013 كانت الدوله، في 2013 2014 2015 في الفتره دي كانت الدوله الاولى اللي بتورد ارهابيين بيسافروا يروحوا يتدربوا في معسكرات التدريب في سوريا. طب وبعدين نيجي للجنوب، الجنوب اللي حصل لقينا حوض النيل بدا تواجد اسرائيل اكبر خلال الفتره اللي فاتت 2011 2012 2000 نص 2013 تواجد اسرائيلي كبير جدا 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 ملفت للنظر، خطر موجود في اثيوبيا اللي اصلا المنبع بتاع المياه، حوض الميه اللي بتجي لك في النيل، وهيبداوا يعملوا بروتوكولات وتعاون واتفاقات امنيه واتفاقات اقتصاديه وحاجات كثيره جدا من اجل موضوع حوض النيل وسد النهضه. طيب الاخطر من كده، فوجئنا لقينا، ما هو احنا بنتكلم بقى وسعنا الحزام شويه، احنا قلنا في حزام ناري على مصر الحدود، طيب لو وسعناه شويه جبنا كده، طب الحزام بقى الكبير الاوسع الدايره الاكبر اللي احنا بنتكلم عليها، لقينا تشاد ومالي اللي هم اسفل ليبيا والجزائر بقت منطقه فيها تصاعد لنشاط تنظيم القاعده. فوجئنا لقينا طلع بوكو حرام، وتمبوكتو بقت يعني مدينه تمبوكتو بقت فيها عناصر ارهابيه كبيره جدا، ومعاهم سلاح ضخم وحديث، سلاح حديث، ومعاهم اموال طبعا جايه من قطر، فده كله حزام اكبر ناري. كان على مصر الاول ان هي يعني تستيقظ، لان الداخل عندنا كان زي ما كلنا شفنا في 2011 2012 لحد 30/6/2013 كانت الدولة يعني عارفة، الدولة كانت في مرحلة مرض، كان في مرض كبير في الدولة. فلما قمنا في 30/6 بدأنا نبص حوالينا لقينا حزام ناري، ده حزام صغير ايوه، وبعدين في دوائر اكبر، دوائر اكبر مولعه.